برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته اليوم، وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: استعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، ومشروع قانون بتعديل بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتعديل بشأن قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، ومشروع قانون بإلغاء بند بشأن التأمين ضد التعطل. وقرر المجلس إحالة الرسائل والمشاريع بقوانين إلى اللجنة المختصة. كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري بخصوص طلب تمديد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد. بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. يقرر قانون الخدمة التطوعية في مجال الأمن العام. في البداية طبعا هو مشروع كبير، لكن في أول مرحلة أقر سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله بأن نبدأ كمشروع بدائي اللي هو في مجال الدفاع المدني كأول مشروع، نقيمه ونشوفه يعني، وبعدين نطالع يعني إذا دعت الحاجة نفتح مجالات أخرى أم نبقى عليه. فيعني هذا هو المشروع الكبير، يساعد المتطوعين في مجالات الدفاع المدني على أساس أن يكونوا في مناطقهم. التطوع هو هدف نبيل وشرف لكل متطوع، لا شك أن هذا المشروع في هذه الأيام يأتي من أجل دعم جهود وزارة الداخلية من أجل السيطرة على فيروس كورونا، وكذلك يدعم جهود الحكومة المقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وجهود فرع البحرين بتوجيهات سمو النائب الأول سمو العهد. هذا المشروع سيضيف للبحرين إضافة مهمة للتطوع، وسيستوعب 30,000 متطوع، وسيوفر لهم الغطاء التشريعي، وسيكون مكملا للمشروع التطوع في القوى الاحتياطية والدفاع البحرين.